هاي وقت بتكون بوعيها بتخرب الدنيا حواليها، فكيف هلأ وهي شربان الدواء؟ أنا يلي نهيت القصة يلي بينك وبينها. أنت مفكرة أنه أختك بسيطة وقلبة طيب؟ بس تأكدي أنه هي عم تلعب بحياتك على كيفة. صدقيني أنه هي ما بدي أكي تتزوجي بقى كيف شخص من العائلة، ومو من أي عائلة، من عائلة زوجها. رح ضل أعمل كل يلي بقدر عليك كرمال خليك بعيد عن أختي، سمعتني؟ شو صار رفتي؟ ظاهر انت دايخة، عم تفكر بقدان مو هيك بنتي؟ ما عم بفهم ليش لحتى قدان تبعدك عن بارف، وبعدين هي كمان بتعرف كل شي عنك وعنه. امي انا اللي ما عم بفهم شي ابدا. قدان بتضل تقول انه هي تتمنى لي كل الخير، طيب هي ليش راحت جبرته لباربي بعد عني ماما؟ بحياتي ما تخيلت أو توقعت إنه قدان ممكن تعمل هيك فيني. أنا هلا برجع. كل هالسنين ما قدرت أعمل خلاف بينه وبين أختها، بس بارف قدر يعمل هالشي بسرعة كبيرة كتير. هاد الخلاف اللي رح يصير بيناتهم رح يفيدني كتير، ووقتها رح أقدر حقق حلمي ورح زوج رفتي لرجال من عيلة غنية كتير. ما عم صدق. هاي صاروا ثلاثة جاهزين. حاش قدان. لك على مهلك قدان. قدان تعي. قدان قومي يلا تعالي، ما رح تقدري تعملي الحلو وانتي بهي الحالة. رح قلك شغلة، انت بتتعلمي بسرعة مو هيك؟ ايه، وبتتعلمي صح، لهيك انا رح اعمل الحلو، تفرجي علي وتعلمي. لا ما بدي، خلص لا. قدان وضعك كل ماله عم يصير اسوأ، بلا ما تعملي مشكلة يلا خلينا نروح من هون هلأ. يلا ما بدي اجي، بدنا ساعة او ساعتين على القليلة. هي اول مرة حماتي بتعمل فيها هالحلو. عن جد عم تحكي؟ كان عيني ما بيضيعوا فرصة ليستخفوا فيني. ها؟ ها؟ قدان يلا لك ليش هيك عم كثير بتحبوا تستخفوا فيني؟ عم توزعيني. دقيقة بس أنا رح أشرح لكم. شوفوا هالحلو هاد مثلاً، هاي مثل الطابة، بجوز شغل هاد النوع من الحلو صعب بس مو مستحيل، بقدر أعملهم بسرعة. بقدر لكم شغلة، اسمعوا، ثلاثتكن محظوظين كتير لأنكن لقيتوا حماية حنونة وقلبة طيب مثلي أنا. عن جد صدقوني أنتوا محظوظين.
يلا شبكن زقفولي. جدان خلص. ستي قلي لي، أنا حكيت شي غلط؟ لا بنتي، ما حكيتي شي غلط أبدا. إيه أكشات، أنت ليش بتضل بتعذبها لجدان؟ ستي اسمعي، أنا ما قصدي إنه ضايقك بسبب حكي هاد، بس أنتي دللتي للأستاذ جندال لأنك بتعاملي مثل الولد الصغير. أرجوك اسمعيني، كان لازم تعلمي كم درس من أول يوم بلش اللي بخلقته فيه. تعرفي كيف؟ ما بقصد شي يا ستي، أنا متأكدة إنه ما طلع من قلبك إنه تضربيه كف لأنه عنده خدود حلوين. جدان. نعم قلي. أنا عم أحكي جد هلأ، اسمعيني. موبايلك عم بيرن، رد عليه. يلا أكيد اتصال ضروري كتير، أعطيني إياه. ألو مين؟ جدان. إيه أستاذ، قلي مع مين بدك تحكي؟ أعطيني الموبايل. جدان. إيه طيب احكي إيه، معه إذا ضروري. هاتي الموبايل. تفضل ضروري. ماشي هاتي. احكي معه وإلا بتعمل لي بهدلة. قلي شوفي، حط الحق علي. عم اسمعك قلي. هلأ بتشوفه. طيب. بدي احكي معك. شبه ما بعرف ليش معنك عم تحكي. ولا مره شفتك ساكته هيك. شبك انت بالعاده بتضلي تحكي كل الوقت، احكي لك شي كلمه. يلا شبك احكي. يلا يلا. جدان. نعم ستي، جاي لعندك. بنتي شبك انتي صاير لك شي؟ لا احكي، ليش عم تتصرفي هيك؟ هي هي الطريقة يلي بيتصرف فيها الشخص بس يكون مبسوط تاتي. مبسوط؟ بتحبي تعرفي شو اللي صاير ولا بتخلي كنتك تشرح لك لحالها شو اللي صاير؟ ولهذا السبب كانت عم تحكي كل هذا الحكي الغريب. قصدك أنا ما عم بفهم.